إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تيفي الكرام. بدوار توريرت جامعة إغيل طريق الموت، هذه متابعينا الكرام طريق صعبة وصعبة بزاف باش نوصلوا حتى التوريرت وناخذوا مع السكينة لايفات وروبورتاجات. فدرنا هذا الطريق ديال الموت، هذه طريق صعبة وصعبة بزاف بالبؤرة الزلزال بجماعة إغيل. إذا الصور أغنى على كل تعليق، خليكم تشوفوا هذه المشاهد بدون تعليق، لكم التعليق. فدابا أنا في الهبطة، قبل قليل كنت طالع للدوار، دابا راني هابط دوار توريد جماعة إغيل بؤرة الزلزال. شوفوا الحافة كيفاش دايرة هنا، كل شيء مزلزل. يا رب السلام. امرزقان، دوار امرزقان هذا اللي كتشوفوه مدمر. انا غنقربكم من هذا المشهد، هو اللي صورت البارح. شوفوا امرزقان كيفاش تمسح، امرزقان تمحى. كنعتذروا على الانقطاع بسبب الكونيكسيون، نرجع لكم اكيد متابعينا لنقل الصعوبه ديال الطريق في جماعه إغيل بؤره الزلزال المدمر اللي ضرب اقليم الحوز وضرب كل الاقاليم.